لكل إنسان مسلم في الجنة كم؟ لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحورية حلالك والوصيفة حلالك. ولكل امرأة من أهل الدنيا دخلت الجنة 70 حورية. فترتيب نساء الجنة 4. أول شيء امرأة الدنيا، هذه رقم 1، معها 70 حورية. ثاني شيء الحورية، معها 70 وصيفة. الثالث الوصيفة، ثلاث أنواع النساء في الجنة، ثلاث أنواع. امرأة الدنيا وهي الملكة التي حالها كحالك. اثنين الحورية وهي كملك اليمين وتوصف كما وصف الولدان المخلدون. أزوج في الدنيا بزوجة، فعندك واحدة زوجة، زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حورية معها حلالك، ثم مع كل حورية 70 وصيفة، أصبح كم عندك من امرأة؟ هذا أقل واحد. طيب لو فرضنا عندك 4 زوجات، مع كل واحدة 70 حورية، مع كل حورية 70 وصيفة، كم صار الجميع؟ أعانكم الله. Da dušu razgaljujem, rekao, ja sam započeo učiti Kur'an na pamet, to me je prekinulo u tom procesu, ako postoji ikakva mogućnost, možemo li kako dobiti Kur'an? Ovaj advokat iz Beograda kaže, normalno da možemo.